أهلا بكم حبايبي طلاب جريد 1 في درس جديد على قناة برايفت ماس ليسونز. النهاردة إن شاء الله هناخد ليسونز 9 and 10 اللي بعنوان Writing Numbers 4 and 5. إحنا تعلمنا الدرس اللي فات إزاي نكاونت up to 4 و up to 5، يعني تعلمنا إزاي نعد لحد number 4 و number 5. الدرس بتاعنا النهاردة هنتعرف فيه إزاي نكتب النمبر 4 بطريقة سليمة وإزاي نكتب النمبر 5 علشان يبقى خطنا حلو وجميل. يلا مع بعضينا نتعرف على النمبر 4. لما بنيجي نكتب النمبر 4 بنكتبه كده، ولما كنا بنعمل counting يعني مثلا أنا عندي هنا 4 monkeys كنا بنعدهم إزاي؟ كنا بنقول كده أدي 1 2 3 and 4، وإحنا بنعمل counting كنا دايما بنبدأ من إيه؟ من أول ال 1 ونوصل لحد النمبر اللي بيعبر عن العدد اللي موجود عندنا. طيب بنكتبه ازاي؟ يلا نشوف بنكتبه ازاي. هو هنا بيقول لي trace and write the number 4. كلمة trace يا أولاد يعني نمشي ورا الخط اللي مكتوب، يعني عندي نقطة اهي شايفين النقط دي، امشي ورا النقط دي. طب نمشي ازاي؟ بصوا كده عامل لي arrow سهم اهو، يعني نبدأ من هنا كده وبعد كده عامل لي سهم كده، يعني نمشي كده وبعد كده ننزل كده. يلا كده نكتبها مع بعضينا اهو، هنزل كده وبعد كده اعمل كده وبعد كده انزل كده. يعني بنعمل كم حركة؟ بنعمل ثلاث حركات 1 2 3. لكن انا عايز اعودكم لما نيجي نعمل دي ودي مع بعض، يعني نعمل دي ودي مع بعض من غير ما ارفع ايدي وبعد كده انزل ده كده اهو، اعمل دي كده كده وانزل دي كده. لو عملنا دي كده وكده وكده هناخد وقت شوية، الافضل اعمل ايه؟ كده وكده مع بعض من غير ما ارفع القلم من على الكراسه بتاعتي وانزل بده كده اهو، اعمل ده كده كده وانزل ده كده. اوكي يلا نتدرب تاني اهو، اعمل كده كده وانزل كده، كده كده واعمل كده، كده كده وانزل كده، كده كده وانزل كده اهو، سهل قوي. طيب يلا نكتبهم بخط صغير اهو، بصوا اهو سهل قوي اهو، كده كده واعمل كده، كده كده واعمل كده. انا عايزكم تتدربوا في كل السبيس دي تقعدوا تكتبوا 4 اهو اهو. ممكن اعمل كده والشرطه دي انزل على الجنب شويه، او ممكن انزل على الاخر، يعني دي صح ودي صح. يعني لو عملت كده وسبت حته كده في الجنب مفيش مشكله، ولو عملنا كده وجيت في الاخر مفيش مشكله، يعني دي صح برضو ودي صح حسب ما تيجي معانا. دي هتتقري 4 ودي هتتقري 4، يبقى نقعد نعمل كده. يلا اعملوا زي كده نمبر 4. انا بكتبها بخط حلو ليه؟ علشان انا اتدربت وانا في سنكم كده وانا صغير ان انا اكتبها ايه؟ اكتبها صح. لازم نعرف نكتبها صح اهو، كده 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 وبعد كده اعمل كده حركه واحده، اخد كده وكده وبعد كده اعمل كده، كده وكده وبعد كده اعمل كده اهو اهو، بعملها بسرعه كمان اهو، خطها حلو شكلها جميل. يلا نتدرب في السبيس دي كلها ازاي نكتب النمبر 4. تعالوا مع بعضينا نشوف ازاي هنكتب النمبر 5. يعني مثلا انا عندي هنا 5 بيرز، يلا نعمل لهم كاونتنج، ادي 1 2 3 4 اند 5. بنكتب ال 5 ازاي؟ بنكتبها بالمنظر ده، هنمشي كده هنجو ليفت زين داون وبعد كده نعمل السيمي سيركل دي، النص دايره دي كده. يلا نجرب نعملها مع بعضينا، هنعمل كده نعمل خطوه كده وكده وبعدين كده. اوكي هنعمل الخطوتين دول مع بعض، هنعمل كده وكده مع بعض وبعد كده نعمل السيمي سيركل دي اهو، كده كده وبعد كده نعمل كده، كده كده وبعد كده كده، كده كده وبعد كده كده اهو، سهله قوي. يلا نعملهم تاني. لو هنيجي نكتبها بخط صغير نكتبها ازاي؟ هنعمل كده اهو اهو اهو، سهل قوي. بعمل الخطوتين دول مع بعض كده وكده وبكده اعمل سيمي سيركل. انا عايز الاكسرسايز بتاعكم في الليسون ده السبيس دي تقعدوا تكتبوا فيها كده،
تكتبوا 5 جنب بعضها كذا لحد ما تلاقوا ان انتوا بتكتبوها بخط جميل وشكلها حلو وبتكتبوها بسرعة. بعد لما تعلمنا ازاي نكتب النمبرز from 1 to 5 يلا مع بعضنا نحل الاكسرسايز ده. بيقول لي write the number that shows how many، يعني اكتب النمبر اللي هيعبر عن عدد الحاجات اللي موجودة عندي. نيجي نبص هنا عندي oranges، عايزين نعرف هم how many، يبقى نعمل counting نعدهم. نعدهم ازاي؟ نعمل كده ادي 1 2 3 4 and 5، يبقى نكتب هنا 5 زي ما اتعلمنا. يلا نشوف هنا how many bears we have، عندنا كم كمتراية؟ 1 2 and 3، نكتب 3. البنانز عندي كم واحدة؟ 1 2 3 and 4، يلا نكتب 4. الستروبريز الفراولة 1 2 3 4 and 5، يلا نكتب 5 زي ما اتعلمنا. هنا الابلز 1 2 3، الباينابلز الاناناس 1 2 3 and 4، نكتب 4. الووتر ميلونز عندي واحدة بس، نكتب 1. المانجوز عندي هنا 2، يبقى نكتب 2. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي count the number of dots in 5 frame وبعد كده write the number in the box. يلا نشوف هنا عندي دوت ومش متكررة، يبقى ده ايه؟ ده 1. نكتب ايه هنا؟ نكتب ال 1. وهنا 1 2 3، يبقى نكتب 3. اللي بعديها يلا نكاونت 1 2 3 and 4، يبقى we have 4 dots، نكتب ال 4 كده. طب هنا يا اولاد هل عندي حاجه؟ ما عنديش حاجه خالص، يبقى نكتب ايه؟ تمام، نكتب 0. وهنا 1 2، يبقى نكتب 2. هنا 1 2 3 4 and 5، يبقى نكتب 5. يلا اللي بعد كده، ها في حاجه عندنا هنا؟ مفيش. يعني ايه مفيش في الماثيماتكس؟ يعني 0. طب وهنا just 1. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي how many، يعني ايه how many؟ يعني كم عدد. هيسألني عن اعداد حاجات موجودة في الرسمة دي. احنا شايفين قدامنا ايه؟ نيجي نبص هنا كده، اعمل لي رسمة البالون ونكتب عددهم هنا. نيجي نبص كده عندي كم واحدة؟ البالونز موجودة فين؟ موجودة فوق اهي، متعلقة فوق. عندي كم واحدة؟ 1 2 3 4 and 5، يبقى نيجي هنا كده ونكتب 5. نيجي نشوف بعد كده الكاب كيكس عندي كم واحدة؟ نبص هنا كده في الرسمة عندي 1 2، يبقى نكتب 2. طيب الجيفت بوكسز ديت عندي كم واحد؟ يلا نبص في الرسمة كويس نلاقي 1 2 and 3، نكتب 3. يلا الهات عندي كم واحدة؟ 1 2 3 and 4، يبقى نكتب 4. طيب التارت ديت عندي كم تارت؟ just 1. واللي تشيرز نيجي نبص هنا كده مفيش تشيرز خالص، يبقى نكتب هنا 1. ومفيش تشيرز يعني نعمل ايه؟ نعمل 0. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي write the number of raised fingers، احنا اتفقنا ان احنا ممكن نعمل النمبرز بايدينا وعرفنا كل نمبر بيتعمل ازاي. يلا نكتب النمبر تحت ايه؟ تحت كل هاند. هنا لو رفعنا ايدينا بالمنظر ده يبقى احنا نقصد ايه؟ يلا نكاونت الفينجرز 1 2 3 and 4، يبقى لو عملنا ايدينا كده يبقى احنا نقصد 4. طب كده 1 2 3 4 and 5، ال 1 هاند فيها 5 فينجرز. طب دول 1 2، نكتب 2. وكده 1 2 3، نكتب 3. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي complete drawing hearts to get the written number، يعني نكمل الرسمة دي بالهارتس بالقلوب لحد ما نوصل للنمبر الايه اللي مكتوب ده. وبعد كده بيقول لي write the number of hearts you drawn، يعني القلوب اللي احنا هنرسمها نكتب عددها هنا. احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين 4، يبقى لازم هنا يكون في عندي 4 هارتس.
هو راسم لي واحد، فاضل لي كام واحد عشان اعمل الفور؟ يلا نعدهم، ده كده 1 كده يبقى 2 كده 3 كده 4، يبقى احنا كده عندنا 4 هارتس. طيب نكتب هنا ايه؟ هو بيقول لي اكتب هنا الهارتس اللي انت رسمتها. احنا رسمنا كام واحد؟ اهم ده وده وده، طب دول كام؟ 1 2 3، يبقى نكتب هنا 3. طب هنا في عندي 3، يبقى لازم يكون عندي هنا 3 هارتس، ادي 1 2 وادي 3. طيب نكتب هنا ايه بقى؟ احنا رسمنا كام واحد؟ جاست 1، واحد بس، يبقى نكتب هنا 1. يلا اللي بعد كده، هنا بيقول لي 2 وانا عندي 2، يبقى مش هنرسم حاجه، وطالما ما رسمناش حاجه يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب 0 لان احنا ما رسمناش حاجه. طيب هنا 5، قدامي كام واحد؟ قدامي 1 بس، يلا نكملهم 5 كده يبقى 2 كده يبقى 3 كده يبقى 4 كده يبقى 5. رسمنا احنا كام واحد؟ 1 2 3 اند 4، يبقى نكتب هنا 4. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي count the number of beads of each. كلمه بيد يا اولاد يعني حبايه، يعني دي كده اسمها بيد، كلهم مع بعض اسمهم بيدز، يعني حبات يعني. وبيقول لي بعد كده write the number in the box، يعني عدد الحبات دول نكتبه فين؟ في البوكس ده. هنا عندي كام واحده؟ 1 2 3، يبقى نكتب هنا 3. هنا عندي 1، هنا 1 2 3 اند 4، يبقى نعمل 4. يلا هنا 1 2، يبقى نكتب 2. هنا عندي بيتزا، هنا مفيش، يبقى نكتب ايه؟ نكتب 0. طب يلا هنا عندي كام واحده؟ 1 2 3 4 اند 5، يلا نكتب 5. اللي بعد كده بيقول لي cross out the extra items to get the written number، وبعد كده بيقول لي write the number of items you crossed. cross out يا اولاد يعني نعمل اكس كده. طيب نعمل اكس على ايه؟ على extra items. extra يعني زياده، items يعني كل واحده من دي اسمها items، الحاجات اللي قدامنا اسمها items، يعني الحاجه الزياده نعمل عليها اكس علشان نخلي الايتمز دي قد النمبر اللي مكتوب. وبعد كده بيقول لي write the number of items you crossed، الحاجات اللي عملنا عليها اكس نكتب ايه؟ نكتب عددها هنا. طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي 3، يبقى احنا عايزين من هنا 3 بس. يلا نكاونت 3، 1 2 3. اعمل ايه بقى في دول؟ نعمل عليهم كده كروس علشان يبقى دول قد النمبر ده. طيب احنا عملنا كروس اوت على كام واحده؟ يلا نعد 1 2، يبقى نكتب هنا 2. يلا نبص هنا، هنا مكتوب ايه؟ مكتوب 2، يبقى احنا عايزين 2 بس من هنا والباقي نعمل عليه كروس. يلا نعد 2، 1 2. طب والباقي دول نعمل عليهم كده. طيب احنا عملنا كروس اوت لكام واحده؟ شطبنا على كام واحده؟ نعدهم 1 2 3 اند 4، يبقى نكتب هنا كده 4. يلا نشوف البالونز هنا، هنا مكتوب 1، يبقى هنخلي 1 بس وده نعمل عليه كروس. كام واحدة عملنا عليها كروس؟ جاست 1، يبقى نكتب هنا 1. يلا نبص على اللي بعد كده، البيلدنج بلوكس ديت اللي هي المكعبات، هنا مكتوب لي 4، يلا نعد هنا 4، 1 2 3 4، يبقى انا كلهم محتاجهم ومش هنعمل كروس على ولا واحدة. طيب نكتب هنا كام بقى؟ هل احنا عملنا كروس على حاجة؟ ما عملناش، يبقى نكتب هنا 0. يلا نبص هنا، عندي 5، يبقى نكاونت 5، 1 2 3 4 اند 5. طب والزياده دي نعمل عليها كروس. كام واحده عملنا عليها كروس؟ جاست 1، يبقى نكتب هنا 1. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده، بيقول لي count each group of vegetables write the number in the box، يعني عايزين نعد الخضروات اللي عندنا ديت، عندنا منها كام واحده، وبعد كده نكتب النمبر في البوكس ده. أول حاجة معانا عندي التوميتوز،
يلا نكاونت نشوف عندي منها كم واحدة. 1 2 3 and 4، يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب 4. يلا اللي بعد كده اليلو بيبر اللي هو الفلفل الاصفر، عندي منه كم واحدة؟ ادي 1 2 3 4 and 5، يبقى نكتب هنا 5. طيب نيجي لللاتس اللي هو الخس، عندي منه كم واحدة؟ 1 2، نكتب 2. هنا الكابج اللي هو الايه الكرنب، شايفين كم واحدة قدامنا؟ شايفين واحدة بس، يبقى نكتب 1. يلا الكاروت اللي هو الجزر، كم واحدة قدامنا؟ 1 2 3، يبقى نكتب 3. اللي بعد كده الكيوكمر اللي هو الخيار، عندي 1 2 3 4 5، يبقى نكتب 5. الايج بلانت اللي هو البتنجان، 1 2 3 اند 4، يبقى نكتب 4. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي write the missing numbers in each number line. احنا كنا تعرفنا قبل كده على النمبر لاين، وقلنا ان هو خط بقدر اكتب عليه النمبرز، وعرفنا ان احنا بنحط الزيرو على الليفت وبعد كده بنمشي towards right ناحية اليمين، وكل شرطة من دول نحط تحتها ايه؟ نحط تحتها نمبر. هو هنا عايزنا نكتب الميسنج نمبر، يعني النمبر الناقص. هنا شايفين ايه؟ زيرو. بعد الزيرو بيجي ايه؟ بيجي الون. بعد الون بيبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا التو، يبقى نكتب هنا تو. وادي السري، بتوين السري والفايف بيكون عندي ايه؟ بعد السري، ها؟ بعد السري ايه؟ بعد السري 4، يبقى نكتب هنا 4. يلا نشوف اللي تحتيه. هنا عندي 0، بعد الزيرو ايه؟ بعد الزيرو 1، يبقى نكتب هنا 1. 2 3، بعد السري ايه؟ بعد السري 4، يبقى نكتب 4. يلا اللي بعد كده، اول نمبر عندي على النمبر لاين بنكتب ايه؟ بنكتب 0. 1 2 3، هنا نكتب ايه؟ نكتب 4. وهنا بعد ال 4 5. يلا اللي بعديها نكتب ايه في اول النمبر لاين من الليفت؟ نكتب 0. 1 بعد ال 1 2 3 4 5. وهنا 0 بعد ال 0 1، بعد ال 1 2، بعد ال 2 3، بعد كده 4، بعد كده 5. يلا مع بعضنا نحل شيت 4. بيقول لي هنا cross out the means of transport which have two wheels. cross out يعني نعمل عليها اكس كده، نشطبها. the means of transport يعني ايه means of transport؟ transport يعني وسائل المواصلات، الحاجات اللي احنا بنتحرك بيها زي الكار والفان او البايسكل والموتورسايكل والايه والفان الصغيرة دي. طيب هو عايزنا نعمل cross out لانهي واحدة؟ بيقول which have two wheels اللي ليها عجلتين بس، نعمل عليها كروس اوت. طيب الكار ليها كام ويل؟ 1 2، وناخد بالنا ده في واحده هنا وواحده هنا كمان، يعني الكار ليها 4 ويلز. برضو الفان ديت ليها 4 ويلز، في 2 هنا وفي 2 من الناحيه الثانيه. طيب الموتور سايكل في 2 ويلز، يبقى نعمل عليه كروس اوت. البايسكل كذلك، ادي ويل وادي الثانيه، يبقى نعمل كروس اوت. طب هنا فيها كام ويل؟ 1 2 3 وفي واحده هناك، يبقى 4. يبقى هما دول بس اللي هنشطب عليهم. طيب اللي بعد كده بيقول لي درو دوت اكوردنج تو ذا نمبر، يعني هنرسم دوت زي النمبر اللي مكتوب. هنا مكتوب 4، يبقى نعمل كده 1 2 3 and 4، كده عملنا 4 dots. هنا 2، يبقى نعمل 2، ادي 1 2. هنا 5، يلا ندرو 5، ادي كده 1 2 3 4 and 5. هنا 1 بس، يبقى نعمل 1 dot. حاجات سهله قوي يا اولاد. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي كومبليت ذا نمبرز اون ايتش نمبر لاين. يلا نكمل النمبر لاين. 0 1، بعد ال 1 ايه؟ 2. 3 بعد ال 3 4. هنا نبدأ بالزيرو 1 2
3 ها نحط هنا ايه بعد ال 3 4 وبعد ال 4 5. يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي count. count يعني يلا نعد. write the number عامل لي هنا ايه أبل عندي كم واحدة منهم يلا نعد ادي 1 2 3 and 4. يبقى نكتب هنا 4. البنانة عندي هنا 1 2 3 يبقى نكتب 3. هنا المانجو عندي كم واحدة يلا نبص هي واحدة بس اهي يبقى نكتب 1. الاستروبري الفراولة عندي كام 1 2 3 4 and 5 يبقى we have 5. اخر حاجة الووتر ميلون ها 1 2 يبقى نكتب 2. وبكده يا اولاد يبقى وصلنا لنهاية الليسون. ليسون سهل وجميل اتعلمنا فيه ازاي نكتب نمبر 4 ونمبر 5. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.